قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعرض عن القرآن يلازمه الشيطان. الشيطان أيها الإخوة مشتق من شطن إذا بعد عن الحق، فكل من بعد عن الحق وأبعد غيره عن الحق يطلق عليه في اللغة العربية اسم شيطان، سواء كان من الإنس أو كان من الجن، لأن الشياطين نوعين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وبيّن القرآن ذلك بقوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي آخر سورة الناس نقرأ قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كيف يلازم الشيطان من أعرض عن ذكر الله وعن القرآن؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ترك الله تبارك وتعالى في هذا القرآن شيئا إلا وضحه لنا وبينه. فكل انحراف عن الحق سببه تغطية العقل والابتعاد عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن القرآن. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. العشا في العين ضعف بصرها، ومنه الأعشى. العشا في العين ضعف البصر. وأما العشا هنا في الآية المراد بها عشا البصيرة. من يعرض عن القرآن ويتعامى عن القرآن. بعض الناس يا إخواني ما بتفوته مجلة ولا بتفوته خليعة أو غير خليعة، زينة أو شينة، إلا ويعود إليها ويقرأها. أما القرآن أقول في العشر سنوات ما بقرأ منه جزء، نعم في بعض الناس من العشر سنوات ما بقرأ جزء. وإذا قرأ بعض الناس يقرأون القرآن من أوله إلى آخره، إذا قرأ أيضا يقرأه بغفلة لا يفهم المعاني، فكأنه يهجر القرآن ولا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن، يعني يفهموا معانيه، أم على قلوب أقفالها؟ إذن من يعش عن ذكر الرحمن، من يتغافل عن القرآن بسبب الانقياد وراء أهوائه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، نجعل له شيطانا من شياطين الإنس والجن ونسلطه عليه في الدنيا لينحرف ويزداد في الانحراف. فالشيطان ملازم له ومصاحب يبعده عن الحلال ويرغبه بالحرام ويزين له الحرام حتى ينطلق وراء محارم الله تبارك وتعالى، ويخيل إليه أنه على هدى وأنه يحصل أهواءه ولزائزه وأنه يعيش سعيدا. ولكن الحقيقة بالعكس، إنه لا يسير الطريق السليم، إنما يضل عن الطريق الصحيح، طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال تعالى في الآية بعدها: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي الشياطين الذين يقيضهم الله سبحانه وتعالى يبعدونهم عن الطريق الصحيح، ويحسبون أنهم مهتدون بما يزينونه لهم، يظنون أنهم مهتدون وأنهم سائرون على طريق الله.
ايش في بينهم بين الله؟ بحبوا الله والرسول. مثل بعض الجهلة كانوا يقولوا لي روح افد الله والنبي، روح افد الله والنبي. طيب يا اخي انت عندك اموال كثيرة، واجب عليك الزكاة، تدفع الزكاة شيخي عن شيخ على الجيب، لا تقرب. ما انا الاقرب، لست انا الاقرب. ربك يقول لك انا اعطيتك هذا المال ابتلاء تتنعم فيه، وشوي قليل منه في 102.5 اعطي للفقراء، ليس مالك، اعطاك اياه الله. فاذا اعطيت من مال الله تفضل الله عليك بالاجر والثواب. ولكن مالك ايها الانسان لا تفقه مصالحك، الشيطان يصدك عن طريق الحق، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين الشياطين لهم ان ما هم عليه من الضلال هو الطريق الهدى الطريق الصحيح. حتى اذا جاءنا، وكل انسان ات ربه ليحاسبه ويجزيه، حتى اذا جاءنا، جاء ربه سبحانه وتعالى في الاخره، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بينه وبين من؟ بينه وبين شيطان الإنس وشيطان الجن اللي تقيض له. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يستمر الكافر مصاحبا لقرينه. حتى إذا جاء للحساب والجزاء هنا ينتبه، يقول لقرينه وددت وأحببت أن يكون بيني وبينك ما بين المشرق والمغرب. لماذا قال المشرقين؟ هذه على عادة العرب تقول القمران، يقصد به الشمس والقمر. وهنا المشرقين يراد به المشرق والمغرب، أو المشرقين في كل لحظة تشرق الشمس من هنا وفي اللحظة نفسها تغرب في مكان آخر وتشرق في مكان آخر، فكان مشرقان ويكون مشارق أيضا. فهنا عبر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد الكرة الأرضية كلها. فبئس القرين، بئس القرين أنت الذي اقترنت بي وزينت لي الباطل وأبعدتني عن الحق. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. الظلم في القرآن يطلق ويراد به الشرك، الشرك بالله، أي طاعة غير الله، أن تشرك مع الله طاعة غيره أو تطيع غيره وتترك طاعته. فكل من يفعل ذلك فقد أشرك. الرب هو الخالق وهو المالك وهو السيد، عندما تطيع غيره تكون أشركت معه غيره في الطاعة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني إذ أشركتم مع الله طاعة غيره، أنكم في العذاب مشتركون، في جهنم، في جهنم التي يوقد عليها وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هل ينفعكم أنكم تندبون أنفسكم وتشتمون قرناء السوء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن؟ ما في فائدة، إنكم في العذاب مشتركون. لا ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون، كما اشتركتم في الدنيا بطاعة غير الله فهناك في الآخرة عذاب وافر لكل من أشرك مع الله طاعة غيره. الحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.